بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه وبركاته. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan dan diinta Allah Subhanahu wa taala, tema rukyah kita kali ini rukyah membungkam jin sihir dan orang-orang zalim jarak jauh. Bagi saudara sekalian, dengarkan doa-doa yang akan kami bacakan berikut ini dan gabungan beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Bagi saudaraku yang ada ciri tanda gangguan jin atau sihir, santet dan sejenisnya, atau dizalimi oleh orang-orang yang zalim, mari dengarkan rukyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا
إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم بسم الله الرحمن الرحيم وأصمم وأبكم ثم أعمي عدونا وأخرسهم يا ذا الجلال بحوسمة وأصمم وأبكم ثم أعمي عدونا وأخرسهم يا ذا الجلال بحوسمة وأصمم وأبكم ثم أعمي عدونا وأخرسهم يا ذا الجلال بحوسمة وأصمم وأبكم ثم أعمي عدونا وأخرسهم يا ذا الجلال بحوسمة وأصمم وأبكم ثم أعمي عدونا وأخرسهم يا ذا الجلال بحوسمة وأصمم وأبكم ثم أعمي عدونا وأخرسهم يا ذا الجلال بحوسمة وأصمم وأبكم ثم أعمي عدونا وأخرسهم يا ذا الجلال بحوسمة وأصمم وأبكم ثم أعمي عدونا وأخرسهم يا ذا الجلال بحوسمة وأصمم وأبكم ثم أعمي عدونا
وخرجهم يا ذا الجلال بحوسمة وأصمم وأبكم ثم عم عدونا وخرجهم يا ذا الجلال بحوسمة وأصمم وأبكم ثم عم عدونا وخرجهم يا ذا الجلال بحوسمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوي يا متين اكفي الشر الظالمين، 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 يا قوي يا متين اكفي الشر الظالمين. يا الله kami mohon pertolongan, hancurkan dan binasakan orang-orang yang selalu berbuat kerusakan dan kezaliman, siapapun dan dimanapun mereka. Jikalau mereka terus-menerus melakukan kezaliman-kezaliman dan kerusakan di bumi ini, jikalau mereka tak mau bertaubat dari perbuatan-perbuatannya, mereka terus-terus melakukan kezaliman-kezaliman dan kejahatan kepada kaum muslimin muslimat atau kepada siapapun, ya Allah, kami mohon pertolongan. Jangan biarkan kezaliman di bumi ini merajalela. Jangan biarkan kerusakan-kerusakan dilakukan oleh syaitan-syaitan yang terkutuk dari kalangan manusia. Kami mohon pertolongan, selamatkanlah orang-orang yang lemah. Jaga dan lindungilah orang-orang yang tertindas, termasuk saudara-saudara kami. Jika di antara mereka ada yang dizalimi, apapun bentuk kezaliman-kezalimannya, berupa ucapan maupun perbuatan ataupun kiriman-kiriman sihir, santet dan sejenisnya. Jikalau kezaliman itu berupa sihir, maka kami mohon kembalikan dan hancurkan sihirnya. Kembalikan kepada penghantarnya, kepada orang-orang yang menyuruh tukang-tukang sihirnya dan para dukun-dukun. Ya Allah, kami mohon kepada, jaga dan lindungilah diri dan keluarga saudara-saudara kami dengan cahaya. Liputilah diri, keluarga dan rumah-rumah mereka dengan cahaya. Bentengi dan naungilah diri, keluarga, rumah dan apapun yang engkau berikan pada saudara-saudara kami dengan cahayamu, ya Allah, ya Nur, ya Nur, ya Nur. Mudahkan urusan-urusannya, lapangkan rezeki-rezekinya, sembuhkan segala penyakit-penyakitnya di antara saudara kami yang sakit. Ya Allah, kami mohon, jauhkanlah saudara-saudara kami dari segala mara bahaya, bencana dan musibah. Lindungilah dari segala kejahatan-kejahatan orang-orang yang zalim, kedengkian orang-orang yang dengki. Kami mohon kepadamu, ya Rabb. Siapapun yang berbuat zalim pada saudara-saudara kami, maka hancur dan binasalah mereka jikalau mereka tak mau bertaubat dan berhenti dari kezalimannya. Sesungguhnya engkau lah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Engkau lah zat yang maha adil. Engkau zat yang maha mengetahui yang hak dan yang batil. Engkau lah zat yang maha membalas dan memiliki siksa yang keras. Kepadamulah kami memohon dan kepadamulah kami menyembah. Kami mohon dengan nama-namamu yang maha baik, sifat-sifatmu yang mulia, kalimat-kalimatmu yang maha tinggi, ayat-ayatmu yang maha sempurna. Ijabah doa-doa kami. Ijabah doa-doa saudara-saudara kami.
بحق إياك نعبد وإياك نستعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وبألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبألف ألف قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ألجمت عن أعدائي، وبعصا موسى عليه السلام ضربتهم. وبألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله. وبألف ألف قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أصممتهم وأبكمتهم ولا يجورون علي ولو كانوا مثل الجبال. ودككتهم كما دكت الأرض تحت الأقدام، هم الناقة وأنا الأسد. لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudara sekalian, teruslah berdoa kepada Allah, semoga Allah sembuhkan kita dari segala penyakit-penyakit zahir jasmani ataupun penyakit-penyakit gangguan jin sihir. Dan kepada saudaraku yang dizalimi, mohonlah kepada Allah kekuatan iman dan sabar, dan mohonlah kepada siapapun yang berbuat zalim, semoga Allah berikan hidayah atau Allah hancurkan jika mereka tak mau berhenti daripada perbuatan-perbuatan. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Jangan lupa untuk selalu rutin menyaksikan video-video kami di channel Quran dan Kitab. Sisihkan satu hari untuk melihat atau menyaksikan minimal 10 video-video kami. Sekali lagi, sisihkan satu hari untuk menyaksikan minimal 10 video-video kami sesuai dengan keadaan yang dialami. Assalamualaikum, jazakumullah khairan katsiran, ahadil jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.